أنا سعيدة جداً طبعاً، لأن أنا عارفة إنكم كلكم قاعدين، بالذات اللي جم يشوفوني كلهم بيحبوني وأنا بحبهم وبحب جمهوري. بس أنا بقى خلاص، يعني أنا جيل قديم وعايشة حياتي ومش عايزة الضجة ولا أي حاجة. أنا تراث، بس يعني فكروا فيا كأن أنا تراث. انتوا شفتوا الفن بتاعنا وعارفين انه راقي وعارفين انه خد يعني عرق وتعب وصدق، وفنانين كلهم اجتمعوا في وقت واحد. نادر لما يبقى في مواهب كلها بتفكر انها تعمل حاجة واحدة ومشتركين مع بعض وبيشجعوا بعض، وما كانش اهم حاجة. بعدين لما هنكبر هناكل بيه، يعني هنعيش ازاي؟ كانت اللحظة وكانت السعادة اللي احنا فيها، ودي ده بيرجع لان احنا كنا كلنا فنانين، يعني فنانين جامدين وعندنا حاجة نقدمها.